ميري، شفتي ده؟ إيه؟ ده؟ كنز عروسة البحر، يلا نفتحه. عصاية سحرية، إيه اللي سحري فيها؟ يلا نكتشف سحر عروسة البحر. لا، ده خطر. أنا عندي ديل. أوبس. ها؟ ده فعلاً سحر. أنا دلوقتي عروسة البحر. وميري كمان. كلير، رجعينا تاني طبيعيين. دلوقتي. طيب. لكن مش عارفة. خليني أجرب. لا، أنا. أنت متهورة جداً. لا، ده أنتي. واو. العصاية، هاتيها. كلير، لازم نخبي الديل بتاعنا علشان ما نخوفش الناس. طيب، يلا ندفن نفسنا في الرملة. إيه ده؟ ديل؟ كلير، خبي ديلك. أعتقد لأ. فيهو. إيه؟ رجلي رجعت. ممكن نمشي تاني. بما إننا دلوقتي عرايس بحر، إحنا محتاجين أوضة خاصة. يلا نعمل تصميم جديد. أوضتنا لازم تكون سخنة وبارد. خلاص، إحنا اشتغلنا بجهد كبير. نستاهل راحة كويسة. يلا نشوف ممكن أعمل إيه. أنا محتاجة أتمرن. واو، أنا ممكن أعمل نار. رائع. أنا مش بعرف. أوه، أنا عارفة. هشوي مارشميلو. كفاية، دي مش بيكنيك. لكن أنا لسه عاجبني فكرة المارشميلو. لذيذ. أعمل إيه؟ أنا كمان ممكن أستخدم قوتي. أنا هضيف سكر للبن وأعمل آيس كريم. لطيف. إيه؟ آيس كريم؟ المارشميلو بتاعي أحسن. غمضي عينيكي، أنا عندي مفاجأة. افتحي، حمام السباحة ده لينا إحنا بس. واو، تحبي تعومي؟ لا، مش بعرف أعوم. أوه، فهمت. ثانية واحدة. فيهو، عديت من الموضوع. أنا لقيت عوامة، دلوقتي ممكن نعوم. لا، أنا محتاجة نظارة. أوكي، أنا لقيت عدة كاملة. مستعدة للعوم؟ لا، مخيف قوي. دلوقتي مفيش حاجة تخافي منها. يلا بينا. لا، المية فيها نار. واو، ازاي ده ممكن يحصل؟ كلير؟ ده كان ميعاد مش حلو. احنا عمرنا ما هنلاقي العصاية. كلير، اهدي، ما تخافيش، كل حاجة انتهت بالنسبة لنا. هاي، اهلا. العصاية، اجري. استني، دلوقتي هنعمل ايه؟ انا عارفة. هجوم مية. استني، مش ممكن نخلي المية تلمسنا. مين هناك؟ هاوس كيبينج. بصي، العصاية. احنا هنخرج عشان ما نعملش ازعاج. يلا بينا. اوه لا، دلوقتي هنعمل ايه؟ انا بكره التنظيف. صودا باردة، اتفضلي. شكرا، انا حاسة بحر جدا النهاردة. انا مبسوط جدا انك وافقتي تخرجي معايا.
إيه؟ خدي ده. أو لا، تا أنا أسفة جدا. يعني أنت عروسة بحر؟ ده جنون. ممكن أشيلك لحد البيت؟ شكرا. ها إيه؟ هو ما خافش؟ لكن إزاي؟ الميعاد بتاعنا كان ولا حاجة بالنسبة له؟ أو لا، ديلي تاني. ممكن تساعدني؟ مش عايز. دلوقتي احنا في البيت، حر قوي. انا هشغل التكييف. انا بردانة، هعلي الحرارة. لا، هوطيها. ادفى. انا مش ممكن اعيش بالطريقة دي. خليه أسقع. هو مش ممكن، التكييف باظ. أسقع. ميري، انتي عملتي ايه؟ اوبس. انا بلغت شوية. كنا قربنا ناخدها. اهي هنا يا كلير، اجري. هاي، ممكن أساعدكم إزاي؟ إحنا كويسين، شكراً. إحنا محتاجين خطة. يلا نشتغل مع بعض عشان نجيب العصاية. أنا هعمل نار، كلهم هيجروا، وهاخد العصاية. أو لا، إنذار الحريق. مش ممكن نعمل كده. طيب لو عملناها بالطريقة دي؟ حر جداً، حاسة بتعب. أنا هنقذك. أهي العصاية. تنفس صناعي. لا، دي فكرة وحشة. أنتوا محتاجين خطة أفضل. العصاية كده أفضل. شكراً على مساعدتنا. خليني أضيف شوية كمان. أخدناها. خليني أنا أجرب. عملناها، رجعنا طبيعيين. ياي، رسالة. إحنا متعوين على البرام. أنا هلبس التاج. لا، أنا اللي هلبسه. البنات بتوعي بيتخانقوا تاني. يوم تاني، خناقة تانية. أنا لازم أساعدهم. التاج بتاعي. هاي بنات، هاي، إديني التاج. أو بجد؟ اللي محتاجينه هو شوية سحر. ها؟ إيه ده؟ ليه التاج مش بيتشال؟ أنا هديكم تحدي. هو في المخطوطات دي، اقروه كويس. تحدي؟ مشوق جدا. طيب ايه اللي هنا؟ لازم نبني أوضة سرية. ممل، ممل. عندنا 24 ساعة بس عشان نعملها. نبني أوضة سرية؟ واحدة باردة؟ ده مفهوم. أهم جزء موجود في النهاية. 24 ساعة، ده كل اللي عندنا. الوقت بتاعنا بدأ بالفعل. أو لا، يلا نبتدي. عندي فكرة، أنا هجرب أستخدم السحر بتاعي. لا لا لا، أنا ملكة التلج. ترى، نفق. بصي جميل قد إيه. ها، سحر ناري، ما تخزلنيش. واحد، اتنين. رقصة الروبوت. ما عملتش أي حاجة. ليه السحر بتاعي مش نافع؟ هي مشيت؟ أنا كمان هزين الأوضة بتاعتي. الدباسة دي بتاعتي. بتاعتك؟ بتاعتي، مش فارقة. طيب خدي بالك، انتقم التلج. هي، ما
بالراحة، كور تلج أكتر. كفاية كده، مفيش حاجة اسمها كور تلج زيادة عن اللزوم. ها؟ واو، مش مشكلة، كور التلج زينة هايلة. أنا ممكن أعمل زينة أفضل بكتير، قماش أكتر، نار أكتر. خلاص كده، دي هتكون ستار هايلة. فكرة لطيفة، أنا كمان هستخدم السحر عشان أزين أوضتي. أفالانش! أوه أيوة، دايما سنوفليكس بتخلي يومي أفضل. ها، هايل، أنا هضيف أضواء نيون. واو، إيه رأيك في ده يا أختي؟ أنا محتاجة زينة مبهرة. أوه أيوة، رائع. مذكراتي العزيزة، المكان ده هايل، ما تبصيش. إيه؟ الأرض لافا، سخنة. مكانك مش هنا، أنا محتاجة أهدى دلوقتي. هيو، هي شريرة قوي، أنا محتاجة المخطوطة. عزيزي الأمير، أنا ببني أوضة سرية، عشان كده أنا محتاجة مساعدة. آسف، أنا مشغول. هو عنده حاجات كتير يعملها؟ الأمرا مش مفيدين. مش مشكلة، أنا مش محتاجة حد، أنا هعمل أعمدة الجليد بتاعتي بنفسي. هايل، كلير، أنا كمان أقدر أعمل أعمدة. واو، أوه أيوة، اللافا الصلبة شكلها رائع. ها؟ هي زينت الروف؟ طيب وأنا؟ ليه ميري دايماً عندها أفكار رائعة؟ ها؟ واو، أنا كمان عملت حاجة هايلة. واو، أهو، هي فكرت في حاجة مختلفة، أباجورة تلجية. مش مشكلة كبيرة، أنا كمان هعمل أباجورة. للأسف السحر بتاعي فشل. بتحصل، أنا هساعد. واو، يلا نلعب سكويك جيم. لما أفتح عينيا، أنتي لازم تثبتي مكانك. فهمت، جاهزة؟ ابتدي. كلير أصلا متجمدة في مكانها. طيب، اللعبة هتكون مشوقة أكتر على أرض تلجية. أوبس، أنا زودتها قوي. حاولي تمسكيني. أنا مسكت الكلب، ده مش شغال. إزاي هعمل الفشار؟ عندي فكرة. هاي يا بنات، كلير نايمة، مدهش. الفشار بدل المخدة، ونستنى 3 دقايق. أوه ماري، مفيش ما نعمل شوية آيس كريم. حبيبتي، ممكن تجمدي لي شوية اللبن؟ طيب، خلاص، اتفضلي. ده شكله مش حلو خالص، أنا غيرت رأيي. الفشار جاهز. ده سخن، التوأم بيحبوا اللعب. ايه اللحظة المؤثرة دي؟ أنا متوترة جدا. أوبس، ما كانش قصدي. ماري، اعملي حاجة، اتجمد. كلير، خلي بالك. أوبس يا بنات، ساعدوني، أنا رايحة مقابلة مهمة، لكن شكلي رهيب. ماما ما تقلقيش، أنا ههتم بشعرك. تحبي تعملي كيرلز؟ واو، شكرا يا حبيبتي، وانا هعملك الميك اب. شكرا ليكم يا بنات، انتوا الاحسن. كلير بتقضي يوم وحش النهارده. حبيبتي، حصل ايه؟ انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. انا عارف. اتفضلي، اللي بتحبيها. شكرا يا بابا. اوبس،
هو الآيس كريم فين؟ غريبة. أوه هنا. أسفة يا بابا، مفيش مشكلة. بابا شاطر قوي في إنه يفرحني. البيتزا جاهزة. أيوة، أنا بس هدفيها شوية وأنا هبردها. البيتزا المجمدة المفضلة عندي. سهرة الأفلام مع بعض بتكون ممتعة قوي. كلير، أنتي شفتي ده؟ الجو حر هنا، مش قادرة أتحمل أكتر من كده. ماري، أنا محتاجة أبرد الجو شوية. المكان هنا برد جدا. ماما، في إيه؟ دي حاجة لا تحتمل، الجو هنا برد وهنا حر. أنا خلاص مش عايزة أتفرج على الفيلم ده. هاي، دلوقتي هنقدر نفرد نفسنا على الكنبة. الأهل المرهقين راحوا في النوم. يا ترى بيحلموا بإيه؟ بنت ولا ولد؟ إحنا على وشك إن إحنا نكتشف. دي بنت وبنت كمان. أنت حامل في توأم، دي حاجة هايلة. بس أنا لازم أروح الشغل. إيه؟ بناتي. هاش يا بيبيز، أهي التتينة بتاعتكم. لأ؟ طيب، مين عايز بابت مسلية؟ أنتوا مش عاجباكم؟ إيه رأيكم في البيبرونة؟ لأ برضو؟ أنا عندي فكرة. الصوت عالي قوي. أهي بيبرونة بابت أخيراً. مين اللي بيخبط؟ الصوت ده مش محتمل. بطلوا صريخ بقى، دي علشانك. باي، أشوفك بعدين. بوبرونا الميري وبوبرونا الكلير هما ناموا. أنا أخيراً هشرب شيء. لأ، ما طايتوش. أنا نفسي أكل كوكيز، مش دلوقتي. برنتة السودا بتاعت بابا مناسبة جداً. أنتي وأنتي وأنا، حلوة قوي. حبيبتي، إزاي المفروض أشرب كوكاكولا؟ البرنيطة دي؟ ما تقلقش، اتفضل أهو، استمتع بالماتش. شكراً قوي. ماما، ممكن نروح حفلة الهالوين؟ طيب، روحوا، أنا محتاجة مساعدة. مين هنا؟ ده وحش، احنا غيرنا رأينا. دي نجحت. ماما، احنا كمان عايزين آيفون جديد. طبعا يا بنات، في وحش ومعاه موبايل، احنا خلاص مش عايزين. مامي، ده حلمنا وسعرها مناسب قوي، هاتيها لينا. اوكي، يلا نكلم صاحبها. عايزين تشتروها؟ اجري، نجحنا، شغل هاي. استنوا معايا، هما مشيوا. ما تروحوش بعيد، عملوها تاني. يا بنات، احنا في البارك. هاي، انتي رايحة فين؟ وفين التانية؟ انا لقيتها دلوقتي، ماري اختفت. انتي اهو. يا بنات، أنا طلبت منكم مليون مرة تفضلوا جنبي، ده كله كان على الفاضي. أنا عندي فكرة. يلا، دلوقتي مش هتقدروا تروحوا بعيد. ماما، إحنا اخترنا لبس للهالوين، أنا عايزة أكون أميرة وأنا هكون ساحرة. طيب يا بنات، أنا هخيط لبس عشانكم. فين علبة الخياطة؟ أنا محتاجة طول ولزق، لزق كمان. الدريل هيكون مناسب. أنا هعمل مسمار هنا. أنا عارفة، أنا هضيف جليتر. هظبط ده. يا بنات، اللبس جاهز، جربوه، مقاسه مظبوط جدا. إحنا كنا عايزين لبس تاني، إحنا مش هنلبس ده للأسف. أنا عارفة. هاي،
مين هنا؟ هاي هاي، وحشتك؟ ده علشانك. هو نعرفك؟ هو إيه اللي بيحصل هنا؟ أوبس، أفتكر إن أنا كنت غلطان. أهو بوكيه كل واحدة. يا بنات، هتخرجوا في ميعاد؟ دي حاجة رومانسية قوي. ميعاد ثلاثي؟ الحساب كتير قوي. أوكي، ده مجرد ميعاد. وأهو الحساب بتاعي. مفيش عندكم أكل في البيت؟ أنا اخترت الفستان ده، حلو قوي، يلا نشتريه. أنا عايزة شوية فساتين وكم توب دول. أوكي، هاتيهم، أنا هدفع. أنا تعبت من التصوير، إحنا لازم نمشي. مين هيدفع تمن جلسة التصوير؟ أنا هدفع، آسف، خلصت فلوسي. مفيش مشكلة، ممكن تدفع بكريدت كارد. البنات خرجوا يعملوا شوبينج. أنا عايزة ده. لا، أنا اللي عايزاه. ماما، في إيه؟ إحنا مينفعش نتشارك في التيشيرت دي. مفيش مشكلة، ماما هتهتم بالموضوع. استنوا. لا يا ماما، أنتي كده هتكبريه قوي. بالظبط، ودلوقتي هيناسبكم انتوا الاتنين ومش هتحتاجوا تتشاركوا. انا محترفه في حل الخلافات. بنات الفطار جاهز. شوفان، انا عايزه فراخ، وانا عايزه دونتس. اوكي طيب، ديليفري الاكل، كنتاكي ودونتس. ده بتاعي، شكرا. بون ابيتي، اتمنى يعجبكم الفراخ والدونتس اللي معمولين من الشوفان. وانا ههتم بالفاست فود الحقيقي. الضوافر دي تحفه. يا بنات انا في البيت. هايل، دلوقتي انا هروح الشغل وانت اقعد في البيت. ايه لورا؟ لا بابا، كل يوم الصبح في معركة على الحمام. أنا الأول. لا أنا. الجولة الأولى، أنا المسؤول هنا، وأنا هروح الحمام الأول، فهمتوا؟ أو لا، ما تعملهاش يا بابا، أنا هحل كل حاجة. أهو جدول، وأول واحد هياخد شاور هو أنا. مش مشكلة، الصبح هو أصعب جزء في اليوم لأب التوأم. هو لازم يعمل اتنين فطار، يجهز شنطتين. ويلبس بناته الاتنين بسرعة. بسرعة يا بنات، الباص هيفكه. جاكيت، مرنيطة، سويتر. خلاص كده، الهدوم خلصت. بابا، أنا حرانة. بابا، هو أنا هاخد سكارف بس؟ أوه لأ، أنا فشلت في مهمة الصبح. أنت عملت كل حاجة غلط، دي طريقة للتجهيز لروتين الصباح. جاهز فطار صحي الليلة اللي قبلها. وخليه في التلاجة. طلع هدومهم وجهز الشنط بتاعتهم. اكتب على كل حاجة علشان ما تتلخبطش، ده سهل. شكرا يا ماما. بنات ذاكروا كويس. ايه الجوايز بتاعتي؟ بنات مين اللي عمل كده؟ ماري، ده كان انتي ولا انتي؟ استني، اي واحدة فيكم ماري؟ شكلكم زي بعض، أنا زي عرفتكم من بعض قبل كده. ماري وكلير، دلوقتي مش هتلخبط بينكم. ممكن أشيل الورقة؟ فكرة هايلة، أنا ذكي. ابتكارات الحياة القديمة هي الأفضل. يا بنات ما تتحركوش،
حبيبي شيل الماركر. يا بنات تحبوا الحلق؟ مين عايز اكسسوار جديد؟ ماري هتاخد قمر وكلير هتاخد شمس. الماركر امان اكتر. انسى يا مارتن، ده ابتكار رائع. انا هدي التليفون لماري. استنوا، اي واحدة فيكم في حاجة على الحيطة؟ ماري معها قمر، كله بقى واضح. اهو التليفون، ماما بتتصل. السكارف دي بتاعتي. لا انا جبتها الاول، شكلها افضل عليا. يا بنات مفيش ده للخناق، انا هعمل اتنين سكارف ليكم دلوقتي. استنى، بعدين هما الاتنين هيكون عندهم سكارف قصير، ده أسوأ ليهم كلهم. اقطع السكارف بالطول مش بالعرض، وسكارف طويلة لكل بنت. شكرا يا ماما. ماري ايه الاخبار؟ ماري ولا انت ماري؟ مش مشكلة، انا عندي اب مميز. يلا نشوف. ماري اللي على اليمين. تعالي هنا يا حبيبتي، انا كنت عايزة ايه؟ خلاص مش مهم، مش فاكرة. حبيبتي فين التليفون بتاعي؟ ايه ده؟ انت لابس شورت يوم الاثنين؟ لكن النهاردة التلات، روح غير دلوقتي. ماما، بابا، اتقابلتوا ازاي؟ دي قصة رائعة. انا كنت عميل سري في الوقت ده، ومامتكم كانت بتشتغل كاشير في محل. انا عميل مميز ودي مهمتي. انا محظوظة جدا. خليكي هادية. 3 2 1 دلوقتي، مفيش حد يتحرك، دي سرقة. مس، ممكن الرقصة دي؟ هما بيعملوا ايه؟ انتوا مقبوض عليكم، ده اللي حصل. ايه؟ انت عميل سري؟ ايوه اكيد. والدب الصغير قال هو ده كان ايه؟ ده مخيف قوي. بابا اصحى، ده مجرد رعد. اوه لا بلاش ده. حبيبي اهدى، احنا لسه ما خلصناش رجلي. لا ارجوكي شيلي بعيد. بص على العنكبوت الصغير الجميل ده. بابا حساس قوي. ها اسمعوني، انا هقولكم ايه اللي حصل فعلا. ده كان اخر عرض في جولتي العالمية. شكرا يا شباب، انا بحبكم. استني الباروكة بتاعتك. اوبس شعري. ناك ناك، اعتقد انك وقعتي دي. انت لطيف قوي. احنا عملنا دويتو رومانسي واتجوزنا. انتي مغنية؟ لكن انتي مش بتعرفي تغني خالص. انتوا بناتي المفضلين عندي. ماما كفاية، ودنا مش مستحملة خلاص. طيب كده كفاية، احنا عايزين نسمع القصة الحقيقية. طيب ماشي، هقول الحقيقة. الشاب المسكين ده محتاج مساعدة، هو مش قادر يتعامل مع التوأم. سوبر ماما هنا للإنقاذ، الضروريات بس. بدأت عملية التوأم. بنات انتوا بتعيطوا ليه؟ ازاي ممكن اهديكوا؟ هما محتاجيني. اهدوا يا بيبيز. واو دي نفعت، انتي سوبر مام. بلا بلا بلا، انتي بتأليفي قصص تاني، مش مشكلة، هما هيصدقونا في يوم من الأيام.
إحنا وصلنا. أنا الأول. لا أنا. أوتي هكون أفضل من أوتر. أنا مش هسمعك. أهداف سهلة. أنتي بتبوظي كل حاجة. لا، ده أنتي. بعد إذنكم، ممكن أساعدكم إزاي؟ أيوة، أنا عايزة أوضة رائعة جداً وجريئة. طبعاً، هنجهز لك الأوضة زي ما أنتي عايزة. أنا عايزة أوضة جميلة ولطيفة. هنجهزهم، لكن الأول ادفعوا. إحنا ممكن ندفع، لكن فين المحافظ بتاعتنا؟ أو لا، الشنط بتاعتنا اتسرقت. هنعمل إيه؟ باي باي. دي النهاية. الأجازة بتاعتنا باظت. استني، أنا عندي فكرة. ممكن نبني أوضة سرية. واو، دي فكرة هايلة. لكن الأوضة لأ، ما تلمسيش أوضتي. أنا هبني واحدة لنفسي. أنا هبني أوضتي من البامبو، لكن دول مش كفاية. أنا محتاجة أكتر. أنا كمان ممكن أستخدم البامبو. شكراً يا أختي. ثانية، أعتقد أني محتاجة بامبو أكتر. ماري، ما تزعجنيش. البحث عن البامبو كان متعب جداً. إزاي أوصلهم؟ أنا عارفة. رباط الشوز. دلوقتي بقى عندي هيكل. ها؟ واو، دي فكرة رائعة. يلا نشوف أنا عندي إيه. مش هينفع. لا. الروبوت ده مثالي. عملتها. ممكن اعمل الحيطان من ايه؟ اوه، ده بار لطيف. انا عاجبني القش. عندي فكرة. هاي، تشربي ايه؟ هاي يا وسيم. انا مش عايزة مشروب. انا عايزة اخد القش ده كله. ارجوك، اي حاجة علشانك. انا همشي. طيب، شكرا. اعتقد انها معجبة بيا. ده حر قوي. انا كمان محتاجة حيطان. انا هاخد ده. لكن انا لسه حاطه. شكرا يا جميل. انا جميل. الحيطان بتاعتي هتكون رائعة، افضل منها بكتير. انا بس لازم احطهم بالطريقة دي. خلاص، اوضنا زي بعض بالظبط. مستحيل. أوضتي لازم تكون مختلفة. أيوة. بينك؟ فعلاً؟ أنا هحط وردة على الأرفف. ريحتهم لطيفة أوي. أنا هعمل منهم ستاير كمان. أنا هعمل ستاير من السلاسل. سيبيني في حالي. هات
بتحب الشنب ده؟ صباح الخير، وقت التمشية. واو، صدفة. واو، جوز هند. أنا ممكن أعمل حامل شمع منه، أصب بس شوية رمل. هاي، أنت عايز إيه؟ امشي. الشخص الغلط. هاي هاي، أنا لسه عاملة حامل شمع. شكلك مشوق. شنب؟ شكراً يا ماري. سوري. أنتِ لسه جميلة. شكراً. إيه؟ طيب؟ أنا هعمل حامل شموع من جوز الهند. أنا بس هلفه بالخيط. اليافطة بتاعتي خلصت. أوتيل الأوضة السرية. أوتيل الأوضة السرية الشريرة. الأوتيل بتاعي أفضل. أوه، ضيوف. شكراً. ده الأوتيل المفضل عندنا. وقتك خلص. اللي بعده. مستعدة للدفع؟ طبعاً. دي كانت فكرة هايلة. هاي كلير. هاي ماما. انزلي دلوقتي. آه، ماري حبيبتي. هاي هاي. أوبس. أوه، بنات. حارس الإنقاذ وسيم جداً. هاي كلير. أوه، فهمت. أنا عندي خطة. اسمع يا كلير. برافو عليكي. ساعدوني، أنا بغرق. أنا هنقذك. الشفت بتاعتك خلصت، أنت ممكن تمشي. طيب، ساعدوني. اديني ايديكي، أنا هنقذك. إيه؟ شكرا، لكن لا. ها؟ أوه. ماري؟ ها؟ أنت خاينة. اتفضلي. سيرف. كلير حبيبتي، وقت السيلفي. ودلوقتي خدي صورة ليا. الإضاءة رائعة. هاي، أنا تعبت من الانتظار. صورة مع عصفورة. أنا عصفورة. عصفورتين. ليه بتاخد صور كتير كده؟ أنا عارفة، كوباية فاضية. أهو ويتر، ما عندهوش حاجة يعملها. ليه بتاخدي صور في الشغل؟ العملاء مستنيين. إيه ده؟ وريني. مسابقة الجمال الشاطئ. اجري. رحبوا بالمتسابقات. ماري وكلير، ابتدي انتي الأول. هاي، أنا كلير. وأنا ماري. لو سمحتوا، أسفة. بنات، أنا بصور. يلا يا توأم، أنتوا الأفضل. إيه المشكلة؟ أنا بشجعهم بس. اتفضلي، امسكي دي. توأم، أنتوا تقدروا تعملوها. بنات، أنا بصور. امشي امشي. فاشن بيبي. شكراً، أنا مش مصدقة. هي ماما كسبت؟ لكن إزاي؟ وقت السيلفي.
ها؟ هاي انتو، ايه المشكلة؟ ممنوع العوامات في حمام السباحة. ايه؟ ما تشغليش بالي. انتو بتتجاهلوني؟ طيب انتو اللي جبتوا لنفسكم لاسو. خلاص امشي يلا. ايه اللي حصل؟ الشمس طلعت، انا محتاجه سبراي اكتر للتان. اوبس نحل، انت متلخبط، ساعدوني. ده اللي هي تستاهله، كان المفروض احط العسل فيها من بدري. كل شغلي خلص، عشان كده يوم الشغل بتاعي خلص. انا هاخد جوز هند. ها؟ حظ سعيد. غريبه قوي، يلا نمشي وراها. استخبي. هي ليه مستعجله كده؟ هاي ماما. يلا نحصلها. أنا هنا، أنا هختار الطقم ده النهاردة. واو، إيه المكان ده؟ فيه حاجات كتيرة مشوقة. أنا كمان من معجبين الممثلات دول. شوفي الدولاب ده، إيه اللي هنا؟ حلمي أكون ممثلة. فهمت، أنا عندي فكرة. إجري. فساتيني راحوا فين؟ المفروض أعمل إيه دلوقتي؟ صعبان عليا جدا. هي مش وحشة قوي للدرجة دي، تعالي معانا. ابتسمي، دي فوتوشوت للبورتفوليو بتاعك. ايوه كده لطيف. الفوتوشوت كانت ناجحه، الام طلعت مصوره رائعه. ايه الاوضه بسريرين اغلى بكتير من واحد، احنا نقدر على تكلفه واحد بس. احنا لازم نستغل ان احنا توأم. واو هي جميلة. هاي، سرير واحد لو سمحت. اتفضلي المفتاح، بيفتح قلبي كمان. رائع، يلا بينا. باي. واو أنا وقعت في الحب. رائع، أعتقد إن أنا محتاجة أفطر مزدوج. أكل أكتر، ده وده. أوه، محتاجة شوية مساعدة؟ ده أكل كتير جدا. لا شكرا، أنا ممكن أشيله، أنا جعانة قوي. فين الأكل؟ مش فاضل أكل. أوه لا، توم جاي. هنعمل إيه؟ الخدعة الكلاسيكية بتاعتنا. واحد، اتنين، تلاتة. مرايا. كلير، أنا محتاجة أتكلم معاكي. دي واحدة، تعالي معايا. فيو نفعت. عايز ايه؟ عمرك ما شفت مرايه قبل كده؟ هاي، دول ليكي. ممكن تخرجي معايا؟ انا مش بحب الورد. استنى، انا محتاجه اغير. هاي، ليا المفضلين عندي، عرفت ازاي؟ طيب يلا بينا. ايه؟ انتي كنتي لسه جوه، لكن ازاي؟ طيب يلا بينا. هاي توم، انت فين؟ طيب ده معناه شوكولاتة اكتر ليا. اتفضلي عادي، ده افضل مطعم في المدينة. ويتر، عايزين ثانية واحدة، هي شهيتها كبيرة. هات
بدلنا 2 من أفضل المقبلات بتاعتكم، طبق رئيسي وديزرت. شكراً. فيو أكل كتير قوي، وأهو أكتر. أو فعلاً أكل أكتر. أنا عندي فكرة ماري، تعالي المطعم دلوقتي حالاً. أوه بص ريانا فين؟ أنا مش شايفها. أوه أنا كنت بتهيألي. حلوة قوي، لذيذ. إيه؟ إديني المشروب أهو. يلا نشرب في صحتنا. هي فين الكاس بتاعك؟ أنا شربته كله، ما قدرتش أستنى، كنت عطشانة جدا. فعلا؟ طيب ده ليكي. ليا؟ ده رائع، ده بتاعي. خليني أشوف هو ده إيه؟ مين اللي تحت الترابيزة؟ أنت بتتكلم عن إيه؟ دي إسوارة لطيفة جدا. شكرا، دي المفضلة عندي. إيه؟ اتنين مش واحدة؟ أعتقد إن أنا تعبان. يلا نمشي. توم أنت لطيف جدا، لكن أنا لازم أمشي. باي. أوه كلير، وقت السيلفي. باي توم. باي. أوه أنت تاني، يلا نحضن بعض تاني. باي. هو ده كان إيه؟ بصي أنا اتصورت مع صديقك، لكن ده أنا. تقليد سخيف. أوتش رجلي، محتاجة مساعدة؟ شكرا، اسندي عليا أنا هساعدك. دي أوضتك، استريحي وأتمنى لك شفاء سريع. شكرا يا توم. أنا بطل. إيه ده؟ لا مش ممكن تجري دلوقتي. استني. طب ورجلك؟ استني. أوتش رجلي. إيه مشكلتك؟ أسفة يا توم، ده محرج. خليني أساعدك. يلا بينا. KFC أنا هفتحه. هاي دول. هاي استني، في أكتر. كلير أنت هنا؟ أهو أكلنا. بون أبيتي. كرانشي جدا. هاي توم. ايه في 2 منكم؟ لكن ازاي في 4 مننا؟ 4؟ انا متلخبط. توم اصحى ارجوك. ايه الموضوع؟ انا غيرت رأيي. ارجوكم اقفلوا الباب، العنوان غلط. طيب انا محتاجة اخطر مجرمين كل الناس بتخاف منهم. ميري وكلير توأم وحياتهم على البحر فاخرة. شوبينج. أوتوغرافات. فوتوشوت. من الصعب تكونوا توأم مشهور ومش بتلاحظوا أي حاجة حواليكم. قلعة الرمل بتاعتي، مش هتفلتي باللي انت عملتيه. باي يا قصيرة، يوم رائع جدا. أنا هروح البار. مشروبين لو سمحت. ألو؟ أيوة الجو رائع هنا. الحبل لو سمحتي، الشريط لو سمحتي. طيب باي.
شكراً على المشروبات. إحنا معانا أختك، هي اتخطفت. كش ملك، إحنا بنلعب كوتشينة يا حبيبتي، لكن أنتي كسبتي على أي حال. كيا اهدى يا كوزا، دي مجرد بنت، إلغي إنذار الطوارئ. هاي، شكراً. ده كومونو. كلير، اديني التيشيرت بتاعي. لا، ده بتاعي. لا، ده بتاعي أنا. أوبس، أسفة، أنا بلغت شوية، ما كانش قصدي أذيه. ساعدوني ألاقي أختي، هي عندكم؟ أهو شخص ممكن يساعدك. هاكر أنونيموس. أنونيموس، الهاكر العظيم، الرهيب والغامض. بعد إذنك، ممكن؟ سيبيني بحالي، أنا مشغول، بعمل حاجات مهمة. فعلاً؟ كل الناس ممكن تدوس على الزراير يا فاشل. إيه؟ البنتاغون حصل له اختراق؟ ده رائع جداً. أنا عبقري. هاي، أنا بولي، أنت الهاكر الرهيب والخطير؟ مفاجأة غريبة، ممكن تساعديني ألاقي أختي؟ استني، هبتدي البحث. كلير كمان كانت خبيرة في التكنولوجيا. فيهو، قربت أخلص. هاي، بتعملي إيه هناك؟ بخليكي شكلك يكون حلو في الصورة، زيي بالظبط. رائع، كلير، أنتي عبقرية. بخترق الكاميرات. وبس، أنتي عايزة أختك ولا لأ؟ أهي اللي لازم تلاقيها. شايفة؟ هيب هوب جاي. شكراً يا بولي الهاكر، دي فرقة هيب هوب، هيب جاي وهوب بي. هاي، هاي يا بنات، أنا هنا، ممكن تدوني انتباهكم؟ أنتي مين؟ عايزة إيه؟ أختي تاهت على البحر، كانت قاعدة على كرسي الشاطئ، خطفها ناس أشرار. طيب، ممكن تساعدوني؟ أنا عندي فكرة يا هوب بي. فهمتك يا هيب جاي، تعالي ورايا يا صديقتي. اركبي ورايا يا حبيبتي. طيب، أعلي الموسيقى ويلا بينا. خلاص كده، احنا وصلنا، ده كان وقت رائع جدا. ايه؟ احنا لفينا بس بالعربية. طيب واختي؟ صح، احنا ما عندناش فكرة هي فين، ما شفناهاش خالص. اسفة يا صاحبتي. ايه؟ فين كلير؟ لا، دي ماما، هتكون هنا كمان 5 دقايق. انا في مشكلة، مش ممكن اخلي ماما تعرف ان كلير اتخطفت. اعمل ايه؟ انا عندي فكرة. هاي يا حبيبتي، فين كلير؟ أنا كان عندي بنتين، دي آخر حاجة أعرفها، أنا هندها. عملية 1 من 2 هتبتدي. هاي مامي، أنا هكون في أوضتي هناك. هيو، يا بنات، جبت لكم نظارة، جربوهم عشان تشوفوا شكلها أحلى على مين. رائع. كلير، تعالي جربي النظارة، أنا هناديها. كلير، هاي مامي، أنا هنا. أنتي بتتصرفي بطريقة غريبة. أقعدي كويس. فيهو، ده أصعب مما توقعت، في حاجة غلط في بناتي. إيه اللي بيحصل هنا؟ ماما، كلير اتخطفت. ما تقلقيش، أنا عندي فكرة، دي أختي التوأم العرافة جراندا، إحنا هنسأل الأرواح لو ممكن يساعدوا. كارت الموت، كارت فيزا، وكارت تخفيضات المحلات. أيوة،
الكروت تعرف الحقيقة. ده كارت قلعة لطيف يا طنط. هاي، انتي مش بتساعدي، كل ده خدعة. متهينيش طنط جراندا، اقعدي، انا اقدر اعمل اكتر مما تتخيلي. روح النار، ساعديني. كلير خاطفها اخطر مجرمين في العالم، لكن الاقيهم فين؟ لقيتهم. جراندا ممكن تعمل كل حاجة. اوه يا ربي، المحاولة مش هتضر. ها؟ ايه الموضوع؟ انا غيرت رأيي، ارجوكم اقفلوا الباب. العنوان غلط. طيب، انا محتاجة اخطر مجرمين كل الناس بتخاف منهم. ادخلي. ايه؟ هما دول اخطر اشرار في العالم؟ شوية اطفال؟ ايه الاخبار يا بنت؟ انا بدور على اختي، هي اتخطفت. هي دي اختك؟ هي، انتوا ليه خطفتوها؟ هي هانت الباص بتاعتنا. كلير ما كانش لازم تدوس على اسرع حد، دي حتى ما تأسفتش. باي يا قصيرة. انتباه يا جماعة، عندنا عميلة جديدة، هاتولي كلير. فهمنا يا باص. ايه رأيكم لو نتصالح؟ طيب، مفيش خناق تاني، ده وعد. احنا بنطالب بهدنة. فيهو، مغامرة رهيبة. هاي يا جماعة، رحبوا بالمتسابقات بتاعنا ماري وكلير. يلا نبتدي تحدي اليوجا بتاعنا. أول مهمة هي ترايكونا سانا، حركة المثلث الممتد. رائع، احنا بنصور. العلاقة دي مناسبة جدا، يلا نسيب الفوق بتاعتنا هنا. هاي، احنا بنصور، روحوا مكان تاني، احنا مش هنمشي. ايه اللي بيحصل؟ بنات، الشاطئ ده بتاعنا، ده مكان عام. انا بقترح انكم تشاركوا في تحدي اليوجا. اليوجا غبية، هما ما عندهمش فرصة يكسبوا. ممكن تكسبوا يخت. يخت؟ انا عايزة الجايزة دي فعلا. نها. طيب، اتفقنا، المعركة هتبتدي. كله جاهز؟ كله جاهز. احنا على وشك نشوف المتسابقات بتوعنا يقدروا يعملوا ايه. يلا نديهم اللي هم عايزينه. دعم القوة. يلا يا اختي. رائع. أنا فكرت في حاجة، أنا جاهزة، يلا. طيب، كويس جدا، مين الكسبان؟ أنا عارفة، مسابقة تانية. لأ، ها؟ مش مشكلة، إحنا هنكسب. ميلي، حافظي على التوازن. مدهش، مش مشكلة، احنا كمان ممكن نعمل كده. يلا يا بولي. انا متلخبطة. التحدي انكم تعملوا وضع الشجرة، دي شجرة. عندي فكرة. توأم؟ خلاص. ايه ده؟ وضع الشجرة. لا، يلا نبتدي حفلة توزيع الجوائز. المركز التاني بولي وبريندا، الجائزة بتاعتكم شهادة يوجا. ايه؟ ايوة، احنا كسبنا يا اختي، والجائزة الكبرى هتروح لماري وكلير. اليخت. ايه؟ افندم؟ طيب، هي دي الجائزة الكبيرة؟ بولي، شفتي ده؟ بولي؟
أنا كنت عايزة الجايزة دي قوي. تقدري تاخديها لو عايزة. ياي، وممكن تاخدوا جايزتنا. شكراً. المعركة الشرسة دي انتهت بصداقة. باي.